আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সূরাতুল আনআমের প্রথম তিনটি আয়াত মস্ক করছি। একজন বলছিলেন এই জন্য, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بربهم يعدلون بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى وأجل مسمى
وأجل مسمى عنده ثم عنده ثم عنده ثم أنتم تمترون أنتم تمترون وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.